خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا في الاستوديو ليندا ونصبح عليها ونعرف منها اخبار الطقس. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير بسنت. صباح الخير شاذلي. الحقيقه النهارده في ارتفاع في درجات الحراره والطقس المعتدل بشكل عام، يعني هيك من درجه لدرجتين مش كتير قوي يا بسنت، بس الحمد لله اي حاجه بدل الثلج الحمد لله احسن من ما فيش. احسن من صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده في ارتفاع في درجات الحراره والطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. النهاردة في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20، وأعلى درجة حرارة في أسوان 26، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 15. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وبسنت عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا لك. بنشكرك يا ليندا.